طيب نطلع على فكرة الجين والفيز مارجن. احنا هون لما حطينا هذا بهذا الشكل، لما حطينا الفانكشن تبعت السيستم الجين بجي جي اوميجا والسيستم من هون، فكأني هذا السيستم بقدر اقسمه لتو افكتس ماجنتيود مضبوط. مش كأنه هذا سيريز اوف تو اوبريشنز بيشتغل، بعطي جين بغير الجين تبعت الانبوت وبغير الزاوية. وهذه على فكرة هي الفكرة الرئيسية اللي بتختلف عن الاس بلين. انا هون فصلت الفكرتين تماما عن بعض، عم بتعامل مع فكرة وبتعامل مع فكرة ثانية. وهذا من وين بيجيني؟ بيجيني من وهذا بيجيني من مضبوط. هذا موصوف وصف كامل بهذا، وهذا موصوف وصف كامل بهذا. خلينا نطلع على فكرة الانستابيليتي. انت السيستم بيصير انستابل، رح نفكر الان بطريقة مختلفة. كيف كنا نفكر بالسيستم انه انستابل هناك في الاس بلين في الكومبلكس فريكونسي دومين؟ لما البول يروح على الرايت هاند سايد، مش هيك؟ اذا عندي بولز في الرايت هاند سايد، سواء كان هو اصلا السيستم الاصلي انستابل، او سواء انه بسبب ان الكنترولر ركبته خليت السيستم يصير انستابل. مظبوط متذكرين؟ يعني لو رسمنا الاس بلين هون ممكن كان هو انستابل لانه اصلا في له بول واحد هون، او ممكن هو صار انستابل كان له مثلا 3 بولز هون وركبت عليه كنترولر بروبورشنال كنترولر، وايش صار في الروت لوكس؟ فعند النقطة هاي شو عملت؟ دخلته. سببين، هي سببين مختلفين، بس الاثنين ايش نتج عنهم؟ انه الاوبن لوب بول كان هناك او الكلوز لوب بول صار السيستم انستابل، ولما صار انستابل صرنا نفكر بإي تو ذا سيجما وسيجما صارت هون. مش هذا لما انتقلت للرايت هاند سايد ايش صار عندي؟ صار في عندي تيرم زي هيك، وهذا هون بوزيتيف وكبر السيستم. عم نفكر هون بطريقه، هون بنفكر بطريقه جين وفيز شيفت. فرح ناخذ الان هذا السيستم اللي موجود هون، هلا اذا هو اصلا السيستم انستابل ببين عندي هون انستابل، بس احنا راح نفكر انه لو انا اجيت السيستم الان حطيت عليه فيدباك نيجاتيف فيدباك ندخلته بهذا الشكل حتى يصير السيستم انستابل. انا هون عم بحكي عن ساينوسويد، فكاني عمالي بقول اذا السيستم هذا بده يصير انستابل بده يكون هذا السيستم لما بيجي عندي سيجنال معينه ساينوسويدال سيجنال معينه وباخذها من هون وبرجعها من هون بدها تكون ان فيز ان فيز مع نفسها، ترجع ان فيز مع نفسها. اذا رجعت ان فيز مع نفسها يعني رجعت 360 درجه مع نفسها، لاحظوا انا عندي هون ماينس، الماينس ايش بيعمل بالسيجنال بالفيز تبع السيجنال؟ 180 درجه، شيء بغير 180 درجه. هلا اذا بتفكر شو يعني ان فيز، انه رجع ان فيز معها، لو عندي مرجيحة هون، لو انت هلا بدك تزيد هاي السيستم وتزيد الامبليتيودز تبعتها الديفيشنز، ايش لازم تعمل؟ لازم تضربها بنفس الفريكونسي، مظبوط؟ بس مش كمان، ايش لازم كمان؟ وبتكون ان فيز بالضبط فيز مع هاي 360 درجة او ان فيز 360 درجة ما هي 0 ديجريز، ايمتى اللحظة المناسبة حتى تدفش هاي المرجيحة؟ لما تكون واصلة هون، مظبوط؟ فبصير عندك انت هون لما تصير فرضا عند النقطة هاي، لما تصير سرعتها زيرو عند النقطة هاي بنتفشها بنعمل، فكأني عمالي بتفشها هون وعمالي بتفشها هون وعمالي بتفشها هون. ايش الفريكونسي تبعتي؟ نفس الفريكونسي تبعت السيجنال، بس المهم كمان انه الفيز تبعي نفس الفيز تبع السيجنال. انا كان ممكن اعمل شيء غلط من هون، ايش اعمل؟ اكون 180 درجة. شو يعني 180 درجة؟ لما المرجيحة تكون جاي راجعة هيك ولما توصل عند النقطة هاي اتفشها، شو بصير؟ بضاعف الامبليتيود، مظبوط؟ وهي نازله من هون بدها تنزل بهذا الشكل. فاذا انا بدي ازيد الهاي لازم تكون انا ان فيز معها وله نفس الفريكونسي. فشوفوا شو راح يصير عندي هون. هلا اذا هذا الجين كان اكبر من او يساوي واحد وهذه الزاويه كانت عندي هون ناقص 180 درجه، هذول الشرطين فيري كريتيكال، لانه هذول الشرطين اذا صاروا عندي، عندي هاي انا بقدر اشيلها هذه من هون احطها بلس واحط هون كمان ناقص 180 درجة.
فالناقص 180 درجة وناقص 180 درجة كأنهم شو أعطوني؟ ناقص 360 درجة. وال 360 درجة فيش فيها فيس شيفت، صفت نفسها من هون نفسها من هون، وهي بس بطلعها هون ناقص 180 درجة عشانها طالعة لبرا. فصار عندي هلا هذه اللوب ايش عم بيصير فيها؟ في عندي جين أكثر من واحد، والسيجنال اللي بتيجي من هون برجعها ان فيز، مش عم بعمل هذا كانه صار عندي حتى على فكره بوزيتيف فيدباك. فاذا ايش الشرط حتى يصير السيستم هذا انستابل؟ اذا صار هذا الشرط ايش راح يصير بهذا الاوتبوت؟ راح يبدا يزيد، لما يزيد من هون راح يرجع سيجنال، والسيجنال هاي راح تكون ان فيز معاه لانها 360 درجه راح يبدا يكبر. اذا شو الشرطين؟ تو كونديشنز. إذن الـ two conditions for stability لازم يكون عندي الـ gain يعني حتى يكون stable، حتى يكون stable بده يكون أقل من واحد، وإذا تكون الزاوية عند هذه النقطة والفيز أنجل أقل من 180 درجة أو ناقص 180 درجة كده، بس طبعاً أقل كماجنتيود. هلأ بنرسم على الفيز ماشي. الكل فاهم هذه الفكرة من هون ليش السيستم هذا بصير unstable؟ صرنا نفكر بطريقة مختلفة. هون كنا نفكر بفكرة انه البول في الرايت هاند سايد، وانه هو معامل تي في اي تو ذا سيجما تي. هون عمالنا بنفكر بالستابيليتي بطريقه مختلفه، عمالنا بنقول لازم الجين يكون اقل من واحد، وعند النقطه اللي بكون الجين فيها اكبر من واحد لازم تكون الزاويه اقل من 180 درجه. اذا تساووا التنين، اذا صار الشرط هذا انه الجين كان اكبر من واحد والزاويه كانت 180 درجه، معناها السيستم هذا رح يصير انستابل. هلا بنرسم رسمه وبنشوف شكلها كيف يصير.